احنا كمكفوفين معطلين علاش جرف ديالنا لهذه المباراه هذه، على اعتبار هذه هي المباراه كانت يعني جاءت مجحفه في حق المكفوفين المعطلين يعني حامين الشواهد، باعتبار يعني اولا يعني ملي كنجيو لبدايه الامر لتشخيص الواقع ديال المكفوفين هذه الحكومه هذه يعني ما جاتش يعني يعني بحوار تشاركي مع هذه الفئه هذه، اولا غيجات ونزلت ب 50 منصب. حنا اصلا كنتسائلوا علاش هذه ال 50 منصب، واش هذه ال 50 منصب هذه ديال 8 سنين ديال الضياع ديال التشرد هنا داخل يعني مدينه الرباط، وحنايا يعني هاد يعني ما جايش الرفض ديالنا من فراغ، الرفض ديالنا هو جا احتجاجا عن هذه يعني عن هذه الكيفيه ديال التنزيل ديال 50 منصب، يعني لان 50 منصب وكتلقى يعني عدد كثير ديال المكفوفين المعطلين، اذا حنا ما في صالحناش اصلا غنجيو غندوزو 50 منصب بهذه الطريقه هذه، يعني وخصوصا حنا يعني لو كانت هذه الحكومه عندها حسن النيه يعني يعني لا يعني جاءت بمقترحات بديله وانها يعني تجبر الضرر ديال هاد المكفوفين هادو المعطلين اللي ضحاو بسنوات طويله من 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 من, من المسار النضالي ديالهم. طبيعه الحال انه اعضاء التنسيقيه الوطنيه كنرفضوا هذه المباراه. علاش كنرفضوا هذه المباراه؟ لانه لا يعقل اننا كنتوجهوا بالساحه النضاليه منذ 2011 الى يومنا هذا، دازت الحكومه عبد الاله بن كيران ولو منصب، دازت الحكومه ديال العثماني ولو منصب واحد. قال الاخ العثماني في احد الندوه اللي كانت في اللي نظموها طلبه المعهد العالي للاعلام والاتصال، قال بانه في ظرف سنتين 132 الف منصب في صفوف الشباب. هذا صحيح وهذا جميل، ولكن لا يعقل في صفوف الاشخاص ذوي الاعاقه بصفه عامه وبالخصوص المكفوفين المعطلين صفر منصب، بهذه العباره صفر منصب. وقال ايضا انه نسبه البطاله تقلصت بشكل كبير، وحنا كنقولوا له كنحن المكفوفين المعطلين نسبه المكفوفين المعطلين بالنسبه للبطاله ليس ضخمت وانما في الاصل مضخمه، ولهذا الحكومه كون كانت عندها حسن النيه تجرأ وتخرج كيف ما خرجت على هذه المباراه اللي فيها 50 منصب، واليوم اليوم اليوم التاريخ لاجراء هذه المباراه، وتجرأ وتخرج وتقول بانه سنه 2019 ها عدد المناصب، ها 100 المنصب زائد المناصب ديال 7%، وديك الساعه غيتبين حسن النيه. ولهذا لا يعقل اننا المعاقين بصفه عامه غادي يجيو من مختلف المدن المغربيه للتباري على 50 منصب، وحنا المكفوفين المعطلين اللي متوجهين من 2011 الى يومنا هذا كنبقاو متشردين في الشوارع، كنبقاو عرضه للضياع. اين هو جبر الضرر ديال الوفاه الشخص الكفيف المرحوم 2012 ميلود الحمراوي؟ اين هو جبر الضرر الاخ صابر الحلوي اللي توفي وهو في عز شبابه وكان طموح باش يبني المستقبل نتاعو الى يومنا هذا؟ ما كنشوفوش جبر الضرر ديال هاد الناس. وشو كتحمل المسؤوليه؟ كتحمل المسؤوليه الحكومه هي اللي دفعات هاد الشباب واللي دفعات الاشخاص المكفوفين اللي خوض اقتحام بوزاره التنميه الاجتماعيه للمده ديالو فقط 22 يوم. الاخوان كانوا امام الوزاره والاخوان كنا فوق الوزاره. هذا كيتبين بانه هذه الحكومه رفضت هاد الاشخاص ذوي الاعاقه بصفه عامه وبالخصوص المكفوفين رفضا تاما. هاد الناس فعلا لما كانوش قادرين يقلقوا لنا حل جذري ونهائي يقولوها وتجرؤوا يقولوها. بطبيعه الحال حنا متشبتين بالتوظيف المباشر. علاش؟ لانه الاخوان ديالنا في الصحراء توظفوا توظيف مباشر، الاخوان ديالنا في الحسيمه توظفوا توظيف مباشر. هاد الناس قالوا لنا بانه كان تدخل ملكي. بطبيعه الحال هاد الناس هما ما قدروش يدخلوا ويلقوا لنا حل، يرفعوا الملف ديالنا لجلاله الملك. وبالتالي احنا الرفض ديالنا مش انه كرفض لانه دون مستوى، بالعكس احنا حاصلين على شهادات عليا وعندنا كفاءات عليا، ولكن هاد 50 منصب مجحفه في حقنا. على الاقل هاد الناس اللي بغيو ينجحوا هاد المباراه ديالهم ما خصهمش يديروا هاد 50 منصب، خصهم يديروا مناصب كثيره وكثيره وكثيره بزاف. وتحيه نضاليه لكل المعطلين المتواجدين بالصحه النضاليه. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.